أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعين صفان الخبر. مثل ما ذكرنا لكم قبل يومين، شركة الأرض والفضاء المشغل المعتمد لدى أغلب المنتجعات السياحية بالخبر بالألعاب المائية، اليوم احنا في موقع ثاني لهم ألا هو فندق جون دونتليب إشبيلي. طبعا احنا غطينا لكم منتجع بريرة واليوم جون دونتليب إشبيلي. المميز بهالمكانين هذا انك ما يحتاج تدخلها وتكون مقيم فيها، يعني عادي تجي من برا وتستفيد من الالعاب المائيه الموجوده. الالعاب المائيه اللي موجوده هنا في جوردن تربشبيلي عندنا الجيت سكي وعندنا قوارب النزهه، شوفها وياكم. طبعا الشيء المميز فيهم حرصهم على الاجراءات الوقائيه والتعقيم قبل لا تركبون، يعقمون لكم القارب، شغل مرتب يعني. صراحة رحلة ولا أروع. حلو، شوف المباني كيف تطلع عليها، تاخذ لك جولة على المباني اللي في الكورنيش الجنوبي، جنة شبيل كمان فهد. مثل ما شفتوا معانا صراحة تجربة ممتعة ومكان جميل ومغامرات الواحد يقضي فيها وقت ممتع خاصة خلال هالإجازة السعيدة. المكان الحلو فيه انه وسط الخبر، ما يحتاج انكم تتعنون تروحون العزية وتروحون هافمون، وسط الخبر. غير كذا انه ما يحتاج انكم تكون مقيم في الفندق، يعني التجربتين اللي اعطيتكم اياها جوردن تيليب شبيلي وبريرة انكم ما يحتاج تكونون مقيمين او احد النزلاء في بريرة او جوردن تيليب. اتمنى تكون هالتغطية هذه نالت اعجابكم، راح احط لكم طريق التواصل تقدرون تحجزون عن طريق التليفون او تجون مباشرة للمارينا وتستمتعون يا بالقارب يا بالجيتسكي.